إذا عندكم مشاريع بتدعم وبتنمي قدرات المرأة بتقدروا تقدموا لجائزة منارة للمساواة بين الجنسين. هاي الجائزة اللي بيطلقها البرنامج الألماني أو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. رح تعرف على الجائزة وكيف تقدروا تتقدموا لهاي الجائزة. رح يكون معنا محمد كولاك المنسق الإقليمي لجائزة منارة. أهلا وسهلا محمد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وروان عبابني أهلا وسهلا حضرتك مدير مديرة كسب التأييد لجائزة منارة. أهلا وسهلا فيكم وشكرا كتير على الجهود اللي عم تعملوها، ورح نتعرف هلأ أكتر على الجائزة وكيف الناس بيقدروا يتقدموا لهالجائزة. نعم، إذن أنا كمان بحب أرحب فيكم وأصبح عليكم وأحكي لكم دائما جهودكم مشكورة، يعطيكم العافية. ابتداء بنحب نبلش معاك أستاذ محمد، مسابقة منارة اللي عرفناه بأنه هاي المسابقة هي مسابقة إقليمية لا تستهدف فقط الأردن وتهدف إلى المساواة بين الجنسين، يعني الإطار العام هو المساواة بين الجنسين، فحدثنا أكتر عنها، انطلاقتها وأيضا الفكرة منها. مسابقة منارة هي مسابقة إقليمية تعنى بالمؤسسات المجتمع المدني سواء أفراد أو مؤسسات من الأردن فلسطين ولبنان. الهدف منها أنه إحنا نبحث عن نهج إيجابي في الوصول إلى المساواة بين الجنسين. نعم. فبدل من نركز دائما على المشكلات بنركز على الحلول وعلى طرق إيجابية للوصول لهاي للتنمية المستدامة عن طريق المساواة بين الجنسين. لأن المساواة بين الجنسين تعنى برضو بالتنمية المستدامة وبتوعنا كمان في المجتمع وتطور المجتمع بشكل عام سواء بالمنطقة كاملة. ليش الثلاث بلدان؟ لأنه الثلاث بلدان هي متشابهة نوعا ما في المشاكل والتحديات. فالمشاكل والتحديات الاقتصادية والسياسية والمعرفية اللي بتكون في الأردن هي مشابهة نوعا ما للبنان ولفلسطين، بتفاوت طبعا قليلا بالمخرجات. حلو. طيب روان، بحصر حضرتك مديرة كسب التأييد، وهذا إشي كتير مهم نكسب تأييد لهالجائزة وتأييد للمرأة، ليش مهمة هاي الجائزة هلأ يعني بهذا الوقت؟ يعني إذا بدي أعطيكي إشي أكبر وأشمل عشان هاي الجائزة بهذا الوقت جدا مهمة، أجندة التنمية المستدامة ل 2030 اللي التزمت فيها الأردن وعم تلتزم فيها كل بلاد العالم تقريبا بأيلول 2015، الهدف الخامس فيها اللي هو من الـ SDGs، أنا عم بحكي عنهم Strategic Development Goals، الأهداف الاستراتيجية، هي الأهداف الاستراتيجية التنموية، هي الأجندة التنموية اللي التزمت فيها الأردن. الهدف الخامس هو المساواة ما بين الجنسين وتمكين كل النساء والبنات في العالم. هلا هذا الهدف جدا مهم، جندر إكواليتي، المساواة ما بين الجنسين. من هون جائزة منارة بدها تسلط الضوء وتبدأ تشتغل من 2016 ل 2030 بحيث أنه نسلط الضوء على مشاريع اوريدي صارت، مشاريع ناجحة ساعدت المرأة أنها تتمكن سياسيا اقتصاديا اجتماعيا، وبنفس الوقت نبدأ نسلط عليها الضوء حتى نقدر نعممها لبعدين. فإذا عم نتطلع على مستوى أكبر والفيجن تبعت الأردن الرؤية من 2025 كمان بتحكي أنه إحنا بدنا نشتغل على التمكين وعلى التنمية الشاملة، والتنمية الشاملة لا يمكن ما تصير وتضبط إلا إذا تساوى الرجل والمرأة، وخصوصا أنه إحنا هلأ بمرحلة كتير مهمة لأنه النساء صاروا معلمين عم بيشتغلوا عم بيكون عندهم قدرات لكن وعم بتعلموا يعني عم بيكونوا 51% أكاديميا بالجامعات عم بتخرجوا، لكن هذا ما عم بينعكس على سوق العمل. وطبعا إحنا اقتصاديا الأردن كلنا عم نعرف إيش عم بتواجه، فمن هون في كتير أشياء بدنا نتطلع عليها، وين التجارب الناجحة اللي خلت المرأة تطلع بصورة إيجابية بأردن أو لبنان أو فلسطين، مش مهم وين، عشان نقدر نعممها بالبلدان الأخرى. نعم. طيب يعني إحنا اللي فهمناه إنه المشاريع اللي تستطيع إنها تشارك بهاي المسابقة هي مشاريع موجودة على أرض الواقع حققت نجاح، ولكنكم تدعموها أكتر لحتى تكون مستدامة وتستمر بمشروعها من أجل المرأة وتمكين المرأة بمحاور مختلفة. بنحب نعرف شو هي المحاور اللي تستطيع المشاريع تشارك فيها. للمسابقة في ثلاث محاور. المحور الأول هو التنمية السياسية للمرأة. نعم.
فأي مبادرة بتعمل في مجال التنمية السياسية للمرأة يعني تساعدها بتعرف حقوقها انها تصير تشارك في الحياة السياسية، هي سواء طبعا بدها او ما بدها طبعا شيء برجع لها بالآخر، بس انه يكون عندها المعرفة او عندها المقدرة انها تشارك. المحور الثاني هو التنمية الاقتصادية. نعم. الدعم الاقتصادي والتنمية الاقتصادية هو تسهيل دخول المرأة لسوق العمل مثلا، أو أنه مثلا نشتغل على سياسات بتسهل وضع المرأة في العمل. نعرف أنه المرأة دائما يعني غالبا بيكون أجورها أقل من الرجال في نفس الأعمال، أو مثلا ساعات عمل أطول، أو مثلا مزايا عمل بتكون أقل. والشغلة الثالثة هي إنتاج المعرفة. الإنتاج المعرفي هون إحنا بنركز على كيف إحنا بنوظف المعرفة في مساواة بين الجنسين لمجتمعنا، سواء انه نكسر الصورة النمطية عن المرأة، او انه احنا نشتغل على ابحاث بتكون تشتغل في يعني تدعم المرأة وتوظف لها المعرفة للسوق للسياق المحلي. يعني لانه احنا المعرفة بتيجي احنا عندنا من برا يعني غالبا. فلما تيجي انت تحكي عن اصلا عن جندر ايكواليتي، يعني ما كلمة جندر ما إلها ترجمة باللغة العربية. فاحنا كيف مثلا مراكز الابحاث ومراكز الدراسات بيشتغلوا على هذا المجال، وكيف بوظفوها انها تكون مطابقة للسياق المحلي تبعنا، وتكون برضو فيها خصائص ثقافية واجتماعية اللي هي بتتناسب مع مجتمعاتنا المحلية. بمنتصف لقائنا بدي أذكر بالسؤال التفاعلي، لأنه إحنا طرحنا سؤالنا التفاعلي ببداية الحلقة، وتقدر تشاركوا عبر تطبيق رؤية وأيضا بملاحظاتكم عبر صفحتنا على فيسبوك. سؤال التفاعلي إحنا طرحناه على الناس اللي عم بيحضرونا، هل أنت مع المساواة بين المرأة والرجل في التمثيل السياسي؟ تجاوبوا معنا عبر تطبيق رؤية وحطوا ملاحظاتكم. بنهاية الفقرة رح نستعرض النتائج. بدي أوصل لعندك روان، كنا عم نحكي على الأجور، وين الأردن بيجي بالأجور، بين فجوة بالأجور بين الرجال والنساء؟ أعطيك ب2010 كانت الأردن تم يعني كان في مع الإيكونوميك فوريوم اللي هو الملتقى التنموي الاقتصادي، تم تحديد المرأة يعني تحديد الأردن من 120 دولة. اجت 120 من 134. اوكي، فكان في 14 بالنسبه للفجوه بين اجور النساء مع النساء والرجال، يعني كانت 14 دوله من الاخير. اوكي، ب 2014 التراجع كان كتير كبير وبقهر، يعني مش بالاردن، يعني احنا المفروض والله بنتعب وعم نشتغل وعم نعمل، لكن اللي عم بيصير اجى ترتيبها للاردن من 134 لا 142، يعني الفرق صار 8 دول من الأخير. وبالتالي وإيش دول سبقوها؟ في 6 دول سبقوها للأردن، وظلت الأردن موقعها عم بتقل عم تتراجع. هلأ يعني الإشي الغريب زي ما حكينا، المرأة عم تتعلم، المرأة عم تصير وزيرة، المرأة عم تصير رئيسة، عم تمسك بزنسز، مشاريع ضخمة. يعني اللي عم بيصير إنه بالأردن وبرا حتى عم نثبت حالنا علماء خبيرات. يعني كل يوم على الفيسبوك الكل عم بيشوف قديش إحنا عم نشير وعم منكون فخورات بالمعلمات. هلأ في معلمة فلسطينية شفتوها كيف صارت الأولى طبعا. يعني وعم نحكي عن مخيمات، فتخيلوا قديش إحنا الست أدي عم توصل لأشياء كتير كبيرة. فاللي بقهر انه كيف عم نتراجع بالاجور، وهذا بيورجي قديش في قلة. بنفس الوقت بدي ارجع لسؤالك اللي حكيتيه التشاركي، سؤال كتير حلو، يعني شكرا لرؤية انه يعني حطت هذا السؤال اللذيذ، لانه احنا عن جد ما عندنا مشاركة كتير كبيرة للمرأة بالسياسة، مع انه المرأة متحدثة ومش بتشتغل عالمة زي ما هلا حكينا. يعني مجلس الوزراء 17% عم تطلع، مجلس لما بنيجي بنطلع على السلك الدبلوماسي عم تطلع فقط 16%. عم نحكي عن سفرة، يعني احنا الستات عندنا عم بتشارك بكل انحاء العالم بالسفرات، ومع ذلك بس 6% سفرة. أعلى إشي تيجي بتطلع إنه بالمجالس المحلية على مستوى المحافظات which is good، بس 30%، يعني كمان قليل جدا بالنسبة لأنه إحنا نص المجتمع بالضبط. طب ليش ما منصير 50% يعني زينا زي الرجال؟ لأنه إذا بدنا نمثل المجتمع، إحنا التمثيل المجتمعي بإيش بيساعد هاي العدالة الاجتماعية؟ حتى يعني ليش إحنا من نادي بالمساواة؟ من نادي بالمساواة عشان الخدمة
خدمة الخدمات الصحية، الخدمات الاجتماعية، التعليم والبنية التحتية كلها تتحسن، لأنه التنين عم نواجه هاي المشاكل. حواء وآدم عم بالبيت مع بعض، هم اللي بيربوا، هم اللي بيشتغلوا، هم بيعملوا. فالمساواة هي اللي بتساعد بأنه كل واحد يتمثل بطريقة تمام. فإن شاء الله يا ربي شبابنا وبناتنا يجاوبنا بنهاية الفقرة. خلينا نشوف شو بيكون التجاوب. طيب احنا في عنا مجموعة من الصور بنحب نستعرضها، لكن رح أرجع للجائزة ولكل الأشخاص يمكن هلأ اللي عم بيحضرونا وحابين أنهم يتقدموا إلى جائزة منارة. مين بيستطيع يتقدم؟ يعني هل لازم تكون مثلا جمعيات مسجلة ولا ممكن مبادرات فردية من أشخاص بيستطيعوا أنهم يقدموا للجائزة؟ احنا عشان نوصل لأكبر عدد ممكن، فهي المسابقة أو المبادرة نفسها نوعا ما مفتوحة. فإحنا بنركز على أفراد ومؤسسات بنفس الوقت. نعم. فإحنا الأفراد بنركز يعني عليهم يكونوا بس إنه يعني بس يكون عمره 18 سنة فما فوق. يكون بالثلاث بلدان اللي إحنا بنحكي عنها اللي هي الأردن فلسطين ولبنان. نعم. ويكون اشتغل على مبادرة ما انتهت قبل سنتين. يعني يعني من مبادرات انتهت من سنتين وجاي، لأنه إحنا بدنا مواضيع تكون بنوع ما حديثة. نعم. لأنه زي ما يعني بنعرف عمرها سنتين بيكون. عمرها سنت يعني خلصت. الى يعني الى نهايه قبل سنتين يعني 2014 مش ادم يعني مش ادم من هيك بالضبط. لانه احنا يعني عم بتغير عنا الاجنده بشكل سريع، واحنا عندنا تطورات كثير سريعه بتصير. بعد الربيع العربي كثير تغيرت المطالب المؤسسات المجتمع المحلي والمجتمع المدني. ومع عندنا مثلا في هلا مع التدفق اللاجئين كل شيء عم بتغير احنا بالنسبه لإحنا على ناحيه مبادرات المجتمع المحلي وهيك. في كمان المؤسسات سواء مسجله او مش مسجله، فممكن يكون يعني على مستوى افراد، ممكن يكون مثلا رسام جرافيتي، ممكن يكون رسام كاريكاتير، ممكن يكون حدا بكتب بلوج معين، ممكن يكون مؤسسات بتشتغل مع يعني على مستوى المجتمع المحلي تبعها، على مستوى الحاره المنطقه تبعتها. يعني باب الترشيح يعني مفتوح للجميع، افراد مؤسسات مسجله او غير مسجله. اهم شيء لازم يكونوا بالثلاث بلدان، يكون عندهم نتائج ايجابيه، عندهم اثر مجتمعي، ويكون الفتره الزمنيه لانتهاء المبادره مش من اقدم من 2014. الحلو انه احد الاهداف انها ممكن تعميم التجربه، يعني اذا واحد عمل تجربه بعمان زي ما تفضلت محمد، انه هاي التجربه اذا نجحت مثلا وربح هذا الشخص ممكن تكون هي مناره للبلدان الاخرى المشاركه. هلا اللي عم بسمعونا اذا بحبوا يشاركوا كيف بيقدروا يتقدموا؟ هلا احنا لازم نقول انه الديدلاين بينتهي التسجيل ب 20/3. احنا كنا عم نستعرض صور لاطلاق الجائزه اللي هي كانت ب 8/2. خلال هاي الفتره اجاكم مجموعه لا باس فيها من المشاريع للمسابقه. هلا الموعد النهائي هو يوم الاحد 20/3، ولكن هلا اللي عم بسمعونا كيف بيقدروا يتقدموا للجائزه؟ احنا عاملين الموقع الكتروني تفاعلي، وعن طريقه بقدر الناس يفوتوا على الويب سايت ويقدموا للمسابقه. اوكي. فالعنوان تبع الويب سايت هو www.manaraaward.me manaraaward يعني بالانجليزي manaraaward كل كلمه واحده .me اللي هي ميدل ايست .me للميدل ايست لانها manaraaward.me. تمام. طيب اخيرا يعني ست روان، احنا بنحب نعرف منك، بما انه عرفنا انه الموعد النهائي للمسابقه رح يكون ب 20/3، يعني قريبا ضايل تقريبا 3 ايام، فلاي من الاشخاص اللي هلا عم بيحضرونا فرصتكم انكم تشاركوا بجائزه مناره. شو هي الجائزه وعلى اي اساس رح يتم اختيار الفائزين؟ اوكي. هلا هم ثلاث جوائز. ثلاث جوائز يعني ثلاث ربحين. طب ثلاث جوائز للتمكين الاجتماعي، للتمكين الاجتماعي السياسي، كل محور على التمكين الاقتصادي، وللانتاج المعرفي اللي هو فيديوهات افلام وثائق دراسات وكتابات، يعني بتورجي المراه بصوره النمطيه الايجابيه. هلا الثلاث جوائز هم ببساطه رح ينعطى دعم لثلاث اشهر لمحور من محاور المشاريع انه يكملوها لثلاث اشهر، او رح يصير في زي دراسه معرفية أنه بيروحوا بيشوفوا تجربة تانية ببلد آخر، أو بنعمل ترويج لهم، يعني بنساعدهم بأنه كيف يروجوا حالهم أكثر من خلال يعني مواد تعريفية، ويب سايت كذا. لكن لأنه يعني كجائزة منارة، جائزة منارة مع جي آي زد عم نحكي عن الألمان، وعم نحكي عن ناس كريدبل عندهم مصداقية قوية بالإقليم. يعني العمل معهم وأنه الواحد يأخذ معهم جائزة هو أهم، لأنه بصفي عن جد هذا المشروع بده يكون معاييره مضبوطة وبنفس الوقت بيشتغل على أرض الواقع بطريقة حقيقية. بتمنى
الأفراد أو الأشخاص اللي عن جد يعني اشتغلوا على المساومة بين الجنسين ولو بمشاريع صغيرة ساعدوا أمهات يطالبوا بالتحسين وبالتطور، زي هلأ مثلا في عنا حملات يمكن ما قدمت، لكن من الحملات الجميلة حملة صح. صداقة اللي عم اللي أمهات عم بيطالبوا بتطبيق قانون 72، يعني عنا كتير أشياء حلوة يعملوا حضانات داخل المؤسسات اللي بيعملوا فيها بالزبط. كل هاي المشاريع ممكن تكون وممكن تكون حتى على نطاق أصغر زي ما قال محمد بالضبط، مشاريع صغيرة لكن بتحسن وبتطور، يعني كانت على مستوى التشريع، كانت على مستوى الوطني، كانت على مستوى مجتمع صغير، كل هاي الأشياء إحنا بنساعد فيها. بتمنى وبشجع كل شخص أو هيئة عندها اهتمام معاكم ثلاثة أيام الأبليكيشن أو النموذج، الطلبات مش صعب كتير، ما عليه غير الواحد يقعد مرات ثلاث ساعات أربع ساعات بيكون خلص القصة، بس حتى كتير أربع ساعات يعني كتير ما بدها أربع ساعات. بدي حلو. كمان أنتهز الفرصة وأقول لكل ست كل سنة وأنتم سالمين، ولكل أم، لأن الأم أو حواء بشكل عام هي بتعطي حياة، فكل سنة وأنتم سالمين لعيد الأم بواحد وعشرين. شكراً كتير لكم، يعطيكم ألف عافية، ونرجع نشكركم على كل الجهود اللي عم بتقدموها من أجل تمكين المرأة سواء بالأردن أو بالإقليم. ضل علينا نستعرض سؤالنا التفاعلي، النتيجة مش كتير مرضية للأسف، لأنه النسبة راح تكون أكتر ضد المرأة أو لا عفواً لا هي مرضية، أنا سمعت غلط. طيب إذن هل أنت مع المساواة بين الرجل والمرأة في العمل السياسي؟ بنتمنى أنه هذا يتطبق على أرض الواقع، لأنه 75% من الأشخاص بيقولوا نعم و25% من الأشخاص بيقولوا لا، فيعني فنتيجة مرضية كتير حلو كتير حلو. شكرا لكم على السؤال اللذيذ. شكرا لكم محمد كولك وروان عبابنة، وأهلا وسهلا فيكم. نتمنى نحن كمان نستضيف الفائزين والفائزات بهالمشاريع إن شاء الله.